خليني أبدأ بك يا سيف، ومرحلة مهمة في حياتك. كنت في نادي الزمالك وجيت النادي الأهلي، السنة اللي فاتت خدت بطولات، والسنة دي خدت 4 بطولات ووصلت كأس العالم. إيه الأخبار؟ إيه لا، الفرق؟ الأخبار حلوة طبعا. طبعا أكيد نادي الزمالك نادي كبير أنا فاهم، لكن أنا أقصد إن أنت تصل تاخد 4 بطولات تصل إلى كأس العالم، أعتقد شيء مهم جدا. طبعا هو بالنسبة لي الموسم ده طبعا كان موسم استثنائي، يعني لأن ده أول موسم ليا، وإن أنا أكسب فيه 4 بطولات مع الأهلي ده كان شيء كبير طبعا بالنسبة لي. وكان فيه بطولتين أنا عمري ما خدتهم في حياتي، كان السوبر وبطولة أفريقيا، وبطولة أفريقيا كانت مؤهلة لكأس عالم. فطبعا دي بالنسبة لي كانت حاجة كبيرة طبعا، يعني موسم استثنائي، وانا مبسوط ان ده اول موسم ليا واخد فيه 4 بطولات، فطبعا دي كانت حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. يعني 4 بطولات، اعتقد السنه دي ال4 بطولات كلهم صعبين، يعني تطلع من بطوله تخش في بطوله، الامور صعبه. هو دي حقيقه. احنا يعني انا فاكر الموسم اللي فات ده كله، احنا انا ما روحتش البيت مثلا غير 3 4 على ايام طول قاعد في الاوتيلات. على طول كده، وتمارين طبعا وضغط ماتشات و3 فاينالات مع الزمالك، فالموضوع طبعا صعب جدا، وبطوله افريقيا. لا، ال4 بطولات السنه دي طبعا بصراحه اصعب من بعض، هم الاربعه بس الحمد لله، يعني ربنا كرمنا وقدرنا ناخد الاربعه.